هاي ريكورد وهي شير سكرين ونبلش اليوم نكمل على المحاضرة الماضية. المحاضرة الماضية كنا نشتغل على وصلنا للفاريبل اسايمنت اند كالكوليشنز. تمام، يعني احنا المرة الماضية بس كتذكير، يعني تذكير سريع، احنا شرحنا عن الانبوت والاوتبوت والفاريبلز. قلنا البرنامج بس يبلش بيعمل انبوت بعدين بروسس بعدين اوتبوت. هلا عشان تمر معطياتي لمدخلاتي للسي بي يو يعالجها لازم تمر على الرام. مش حكينا دائما اي شيء بيدخل من ادوات الادخال او بيطلع للاخراج بيمر من المين ميموري للسي بي يو ويطلع من السي بي يو للمين ميموري بعدين للاوتبوت. هلا دائما اي شيء بنحط في المين ميموري بيتخزن بنخزنه بشيء ايش اسمه فاريبلز. يعني مدخلاتك القيم اللي بتدخلها بتنعكس على فاريبل، القيم اللي بيحسبها الكمبيوتر بتتخزن في فاريبل بعدين انت بتطبعها. يعني العنصر الوسيط اللي هو المين ميموري صرنا في البرمجه ايش نسميه احنا فاريبل. ايش بنسميه فاريبل؟ يعني كمثال هون مثلا هاي عشان تشوف معي مثلا امثله حل. هاي هون قلت له اطبع على الشاشه وات از يور نيم، بعدين بدي اطلب من المستخدم انه يدخل. هلا مش يكتب مثلا عمري 24 او 30 او وات ايفر، هي كتبه مش كتب 24 بعدين كبس انتر عشان تتم عمليه الادخال. هاي القيمه 24 اخذها الكمبيوتر وخزنها في المين ميموري في موقع شو اسمه يا شباب حسب ما انا كاتب له هون بالكود ايج. وهنا قلت له مثلا تعال اطبع هيرز حرفيا بين دبل كوتيشن، هذا بنسميه لترال، وادمج له قيمه موقع الذاكره ايج. تمام، فدائما انت للادخال والاخراج بتعمل فاريبلز. وقلنا لما نسمي الفاريبل في عندنا ثلاث شروط، انه يتكون يجب ان يكون من مقطع واحد، هاي الشرط الاول، ان يتكون من احرف وارقام فقط، ممنوع يكون في رموز خاصه الا حكينا استثناء الاندرسكور، ويجب ان يبدا بحرف ابجدي. ثلاث شروط، مقطع واحد، احرف وارقام مكوناته، ويبدا بحرف ابجدي. اليه التسميه ممكن تسمي النورمال هيك، وهي يعني من اسوء الطرق. الاحسن انك تعمل اندرسكور بين كلمه والثانيه. الافضل اللي بنستخدمه بهذا الكتاب اللي هو الكامل كيس، انه نعمل كابيتالايز لبدايه كل كلمه بعد الكلمه الاولى، نعمل كابيتالايزد نكبر الحرف الاول من كل كلمه بعد الكلمه الاولى. هذا الستاندرد اللي بستخدمه الكتاب. وحكينا عن كيف انه نطبع، وحكينا عن تشيك بوينتس، وحكينا في عندنا عمليات حسابيه بسويها او هلا بدنا نحكي عنها اللي هي الفاريبل اساينمنتس اند كالكوليشن. واحد بيقول لي طيب انا الفاريبل كيف ممكن اعطيه فاليو؟ الفاريبل ممكن تعطيه فاليو من خلال جمله ادخال. يعني واحد بيقول لي كيف مثلا يعني عشان تفهم معي، احنا تعلمنا لحد هلا او احنا اوريدي تعلمناها يعني، بس مثلا هي هون دكتور مثلا لو بدي احكي هون انبوت مثلا يور افريج، او هون بتحكي له افريج مثلا بهذا الشكل. طبعا ضمنيا واحد بيقول لي بروفيشنالي لما بدك تيجي تقرا شو دائما قبل اي جمله قراءه رساله توضيحيه، بتحكي لي انتر يور افريج بهذا الشكل. هيك لازم تقول لي يعني بروفيشنالي على اساس يعني كرساله توضيحيه. بعدين انا بشتغل برنامج بطلع لي حرفيا انترفيور افريج، بعدين بتوقف الشاشه والمؤشر يضوي بيستنى مني ادخل. فمثلا اجيت عند هاي هون مثلا هاي سلاش سلاش، يعني انه هلا زي كنا شاشه تبع، قلت له والله معدلي مثلا 88.7 لا ينتهي الادخال، مش اذا كبست 88.7 انه ادخلت، لا ينتهي الادخال الا لما ايش اكبس انتر. بس تكبس انتر باخذ قيمه 88.7 يخزنها في المين ميموري في موقع شو اسمه افريج. هذا بنسميه فاريبل اخذ قيمه من خلال عمليه ايش انبوت. الفاريبل ممكن تعطيه قيمه من خلال الانبوت او من خلال الاساينمنت. واحد بيقول لي شو يعني اساينمنت؟ يعني طلعوا مثلا هون يعني هي لاحظ هون في الكتاب بقول لك يو كان ستور ا فاليو ان ا فاريبل وذ ان اساينمنت ستيتمنت. يعني ممكن تخزن اول شيء بالانبوت زي ما حكينا او من خلال الاساينمنت. الاساينمنت شو يعني المقصود فيها؟ المساواه. The value can be أو خلينا أزيح الزوم كمان بالضحك. The value can be the result of calculation which is created with math operators. يعني ممكن أنا بالassignment أنتج. دكتور ذكرنا إيش يعني variable؟ Variable هو موقع الذاكرة. يعني هلا كلمة average هاي شو بسميها؟ variable. هنا مثلاً ك variable ممكن أعبيه بassignment. مثلاً جيت قلت له set the price بكم 20. طب واحد بيقول لي طب اسمع عشان تفهم على هذا. جيت قلت هنا شو الفرق بين لما اجي احكي للجهاز انبوت وبرايس وبين ست البرايس. هلا انبوت برايس بدي احجز فاريبل في الذاكره اسمه برايس واعطيه قيمته بناء على ايش؟ على القيمه اللي ادخلها المستخدم.
بينما الجملة اللي على اليسار ست اللي برايس 20 هاي راح أحجز مكان في الذاكرة اسمه برايس، فاريبل في الذاكرة اسمه برايس، وقيمته دائما كم؟ 20. هنا قيمته بتتغير حسب إدخال المستخدم، وهنا قيمته ثابتة قديش؟ 20. معي؟ ففي موقع في الذاكرة راح يحمل قيمة معينة إما عن مدخل أو عن عملية ست اللي هي نسميها assignment اللي فيها مساواة. فيها إيش؟ مساواة. طيب تذكروا معي الassignment تعطي قيمة للفاريبل، طبعاً بالassignment دائماً يتبعها أو يسبقها جملة ست لأنها بناء على عملية حساب. ممكن أحكي له ست اللي برايس يساوي 20 أو ست اللي برايس يساوي 20 مثلاً، 20 هون هذا أحكي له 20 زائد مثلاً 13 مجازاً اللي هي مثلاً عليه ضريبة أو خدمة أو أكبر. فممكن يكون قيمة ثابتة أو قيمة ناتج عن عملية حسابية، هاي نسميها عملية calculation، نسميها assignment لأنه إيش فيها؟ مساواة. فأنت الفاريبل ممكن تعطيه قيمة من خلال الassignment سواء كقيمة أو كناتج عملية حسابية. كل واحد طيب دائما تذكروا معي الفاريبل holds only one value at time. الفاريبل بنفس اللحظة بيحمل كم قيمة؟ قيمة واحدة. يعني واحد يقول لي كيف؟ يعني أول ما تتنفذ هاي الجملة بيحجز مكان في الذاكرة اسمه price وبعطيه قيمة مبدئية قديش؟ 20. بعد ما نفذت هاي الجملة أجت الجملة هاي ست برضو مكان الذاكرة اللي اسمه price الفاريبل اسمه price ست قيمته بكم؟ 10. طب واحد بيسألني هلأ يعني قديش قيمة اللي price بعد ما نفذت هدول الجملتين؟ قول لي يعني هل بحوي 20 و10؟ لا، بحوي آخر قيمة اللي هي كم؟ 10. يعني فعليا أول ما بلشنا في الكود هذا صار يقول لي إنه القيمة الفاريبل 20، بعدين شطبت ال 20 وإيش حطيت محلها؟ 10. يعني الفاريبل دائما يحمل قيمة واحدة فقط بنفس اللحظة، ما بيقدر يحمل قيمتين. الفاريبل يحمل قيمة واحدة. When you store a value in a variable, the value replaces the previous value. دائما يعني لما تحط قيمة جديدة في الفاريبل، يعني حطيت 10 فأنا شطبت ال 20 وحطيت محلها إيش؟ 10. هذا للعلم بالشيء يعني عن الفاريبلز، زي ما راح زي ما شفنا قبل يعني كيف كنا نحسب صافي الراتب، قديش البونص، قديش معدل الطالب. دكتور عندي سؤال. نعم اعلم. هسه مثلا في لغه الجافا لما يجي على مثلا الانتربريتر لما يجي يحسب لي ست برايز بكتب 20، بعد بيجي بكتشف انها معلومه جديده، هل بحذف ال 20 بعد بحط مكان 10؟ يس، بحذف ال 20 بحط محلها 10. تمام. هيك قواعد يعني اي لغه برمجه، دائما الفاريبل يحمل قيمه واحده اللي هي اخر قيمه خزنتها فيه. والبرنامج دائما بيمشي سيكونس. شو يعني سيكونس؟ بالتسلسل. يعني اول ما بلش حجز برايس وحط فيه 20، بعدين قلت له غير البرايس من 20 لكم؟ 10. فاخر قيمه ما بعمل ايرور. ما بعمل ايرور، لا حر انت الفاريبل. هو شو يعني كلمه فاريبل؟ متغير، يعني بتقدر تغير قيمته. تمام. في شيء اسمه كونستانت زي ما راح نشوف هلا لقدام، وفي شيء اسمه فاريبل. كونستانت شو يعني كونستانت؟ ثابت. فاريبل من اسمه فاريبل، متغير بالعربي بترجمها متغير. هلا هون تقدر انت تعطي للفاريبل قيمه بطريقتين، اما انبوت زي ما اخذنا اول شيء، او باسايمنت بمساواه ناتج عن معادلات، او قيمه انت تعطيها زي ما شفنا. هلا العمليات الحسابيه، العمليات الحسابيه زي ما اخذته في المقدمه هي الجمع والطرح والضرب والقسمه والمد والباور اللي احنا بنسميها اكسبوننت اللي هي ارفع على القوه كذا. طب في حدا بيعرفش المد قبل ما نكمل؟ في حدا بيعرفش المد؟ باقي القسمة. باقي القسمة. يعني مثلا بقول لك 9 مد 6 قديش؟ باقي قسمة 9 على 6 قديش قيمتها يا شباب؟ 3 صح؟ طيب واحد بيقول لي انا ما بعرفش في النت بطيء سامي ما سمعتش اذا طيب عشان بعرفش المد انت طلع اعطيك معادلة بسيطة معك 9 دنانير لما اقول 9 مد 6 معك 9 دنانير بدك توزعهم على 6 اولاد صغار قبالك بس في شرط للتوزيع شو هو الشرط انك تعطي كل مش افراطات تعطيه دنانير مش افراطات وياخذوا قد بعض مد 9 بكون طلعوا معي انا معي 9 ليرات قدامي 6 اولاد صغار قاعدين هيك بنطنطوا يا عم اعطيني خلوني دكتور غير ثواني بس عشان افهمها للي بيعرفوهاش فراح اعطي لكل واحد منهم دنانير بحيث انهم ياخذوا قد بعض راح اعطي لكل واحد دينار 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 هلا ضل معي بعد ما اعطيتهم دنانير ضل معي 3 هلا واحد يقول لي اعطيهم نص 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 بقول له بزبطش القاعده لازم توزع دنانير مش افراطات ممنوع هذا صحيح
فبالتالي قدرت اعطيهم كل واحد دينار دينار دينار، يعني هم اخذوا 6 قديش ضل معي؟ 3. انا هو باقي القسم. يعني اجين مثلا معك 15 دينار او 15 مد السبعه، معك 15 ليره وقدامك 7 اولاد صغار، 6 تعطيهم دنانير مش مرطات، ضل معي 8. لا 15 مد السبعه قديش بتقدر تعطي؟ دينارين. فكل واحد منهم اخذ دينارين 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 دينارين، يعني اخذوا هم 14 ليره من ال 15، قديش ضل معي؟ ليره واحد. طيب اجين 23 مد السبعه، 23 عزة لله 23 مد السبعه، شو بتحكي؟ معك 23 دينار قدامك 7 اولاد صغار، تعطي لكل واحد منهم 3 3 3، يعني هم اخذوا 21 دينار، قديش ضل معي؟ دينارين. وصلت الفكره؟ الموديولس اللي هو باقي القسم، يعني قسم اللي هو اللي الجزء الصحيح، يعني خده والباقي القسم خليه معك، هذا هو باقي القسم. طيب سؤال ثاني عشان اوضح، لانه في سيناريو للموديولس، مثلا معك 7 دنانير تتوزعهم على 10 اولاد، معك 7 دنانير صفر، هلا 70 قرش ما بزبط، فانت ما بتقدر تعطي ولا واحد منهم دينار، ولا واحد منهم، فهم كلهم باخذوا صفر صفر صفر، ضل معك قد ايش؟ 7. يعني بمعنى اخر لما احكي 7 موديولس العشرة، مد العشرة، بما انه 7 اقل من العشرة، فباقي القسم هو نفس الرقم الاولاني، لانه ما اقدر اوزع من السبع ليرات ولا ليره على اولاد العشرة اللي قدامي، فضل معي قد ايش؟ 7. هذا هو الموديولس. وصلت الفكره شو هو الموديولس؟ طيب واحد بيقول لي طب والاكسبوننت؟ الاكسبوننت اللي هو زي لما نيجي نكتب، هاي اكتب لكم اياها مثلا، اجي اقول 2 القوه دكتور، القوه 3 اللي هي هاي ايش تعادل؟ اللي هي احنا بنسميها الاكسبوننت، هاي تعادل انه بحكي 2 ضرب 2 ضرب ايش؟ ضرب 2 اللي هي تعادل 8. طبعا في لغات البرمجه كلها، للعلم بشيء للعلم بشيء، كل لغات البرمجه فيش فيها هاي الاشاره، هاي بنسميها اكسكلوسيف اور، اللي هي العمليه منطقيه ينتج عنها ترو فولس، مش ارقام، هدول بنتج عنهم دائما ارقام، يعني اجمع اطرح اضرب، العمليات رقميه، يعني تاخذ رقم ضرب رقم، رقم تقسيم رقم، رقم موديولس رقم. هلا هاي في كل لغات البرمجه تعتبر عمليه منطقيه زي اشاره اكبر واصغر. هلا لغات البرمجه هاي دائما تترجم في دائما كلاس جاهز او مكتبه جاهزه بنسميها ماث، اختصار ماثماتكس، فيها امر ايش اسمه؟ باو، اختصار كلمه باو، فهاي تترجم 2.3. هاي بالسودو كود مكتوبش ماث باو، ايش مكتوب بالسودو كود؟ هي اشاره الاس، هاي بنسميها للقوه 3. اكسبوننت معناته اعمل رايز للنمبر تو ذا باور، بس للعلم بالشيء، يعني 2 للقوه 3 شو بتحكي لي؟ 8. مثلا لو اجيت قلت لك مثلا 5 للقوه 3 شو معناها؟ 5 ضرب 5 ضرب 5، يعني 5 ب 5 25، 5 125 يس. فهذول العمليات الحسابيه اللي بنتج عنها ارقام. تذكروا الكمبيوتر طبعا لما ينفذ عليهم هذول، في الكمبيوتر بيحسب غير عنه، بس يعني عشان تشوفوا معي قبل ما انتقل لعمليات الحساب. هون عملت اسايمنت، هون عبيت عملت في فاريبل اسمه برايس، وقديش حطيت فيه؟ 100. هون في فاريبل اسمه ديسكاونت، حطيت فيه كم؟ 20. هاي عمليه اسايمنت. واللي طب واحد هون عملت كمان فاريبل ايش اسمه؟ سيلز. وقلت له روح جيب فاريبل البرايس اللي هو قديش قيمته؟ سعر بعد الخصم 100، وروح جيب فاريبل الديسكاونت اللي هو قديش قيمته؟ 20. اطرح 100 من 20 طلع 80، حط قيمتها بالسيلز. هلا هدول الثلاثه برضه بسميهم اسايمنت، انه كلهم ايش نتج عنهم؟ نتج عن عمليه ايش؟ مساواه. هاي بنسميها اسايمنت. هلا اخر شيء بدي اطلع انبوت دكتور، هلا هون مثلا طلع كود للنوت، يعني هون كمثال، هون كل ما اعمل رن طلع شو الفرق بين الانبوت والاسايمنت لقيمه الفاريبل؟ كل ما اعمل رن دائما لابد الابدين البرايس قديش دائما؟ هون كل ما اعمل رن البرايس 100 والديسكاونت 20، بينما لو كنت عامل انبوت لو عامل انبوت فيها كل مره بتغير، كان بصير كل ما اعمل رن اليوزر حر يدخل القيمه اللي بده اياها، مثلا مشترياتي 500 قيمه الديسكاونت تبعي مثلا 70، هو بدخلها بايده فبتقدر تغيرها. فانت الفكره هون بنورجيك انه الفاريبل ممكن انت تعطيه قيمه من عندك يعني ثابته زي هاي، او ممكن ايش تسوي؟ تخلي اليوزر يدخلها كانبوت، هو بغيرها زي ما بده، هو بغيرها زي ما بده، يعني كامثله يعني على الفاريبل. فالله هذا سواها مثلا هون
واحد. هلا هون الفاريبل هذا مثلا هنا الاجر الاكسيز مينت مثلا واحد بيشتغل مثلا اضافي كم دقيقه اضافي اشتغلت مثلا بحسبوه في الدقائق. فهون ما حكيت له الاكسيز مينت تساوي، قلت له لما تدخل الدقائق الاضافيه اعملها كجمله ايش؟ انبوت. انبوت. هلا شو الفرق بين هاي وبين هاي؟ هاي كل ما عمل رن القيمه دائما 100 الاولى ثابته. هون لا، هون كل ما تعمل رن اليوزر بدخل قيمه على كيفه، فكل ما دخل قيمه باخذ القيمه وبضربها ب 35 قرش وبخزنها في الاوفر ايج فيز. اوفر ايج فيز اللي هي الاجر الاضافي، تمام، بطبع له الاوفر ايج فيز بهذا الشكل. هاي مثلا مثال عليه. لاحظ هون طلب منه انه يدخل قديش كم دقيقه. هناك لو عملت رن ما راح يطلب منك، هاي الرن هون ما طلب منك دخل لا برايس ولا ديسكاونت لانه ما لهم انبوت. يعني هون قلت خلص من البدايه هل قد قيمه البرايس هل قد قيمه الديسكاونت وحسب بهذا الشكل. هاي فلو شارت عليها. وهي كمان هون اللي هو مثال على اللي هي قيمة خصم على منتج مثلا، دخل السعر الأصلي للمنتج فبدخل اليوزر كإنبوت مش كأسايمنت، هذا بنسميه إنبوت. هون أجينا حسبنا الديسكاونت إنه عبارة عن السعر الأصلي ضرب 20%. هون أجينا حسبنا السيل برايس هو السعر الأصلي ناقص قيمة الديسكاونت اللي هدول. يعني عندي هلا هون فاريبل عندي ثلاثة فاريبل. بعدين شلت اقول لك هي السيل برايس هالقد. فلاحظ على الرن، هي الرن تبعه هون انه دخل هون صارت عمليه انبوت، لانه هنا في عندي انبوت اوريجينال برايس، دخل سعر ايش تبعه بانتر واجي عمل السيل برايس قديش يساوي حسبه 80. طيب هلا انا كان مطلوب انه اطلب منكم بهذا الاسبوع يعني بعد ما نخلص هاي المحاضره هذا المثال، هذا الواجبين بدي احل معكم زي ما حليت مع الشعب الثاني الاولاني هذا. نعم بدي احل هذا الاولاني، وهذا بخلي لكم اياه لما نخلص تكمله الشابتر 2 بعطيكم التب تاكس اند توتال. هلا هون طلع شو بقول لك بهذا المثال. بالتاكيد حله هو سطرين ثلاثه يعني على السريع حله. بقول لك المايلز بير جالون يعني كم، لانه الكتاب يعني بيشتغل على النظام الامريكي. بامريكا بيحكوش كيلو متر لللتر. امريكا واوروبا بيستخدموا وحده القياس الجالون هو 4 لتر. وحده قياس المسافه بالميل وليس بالكيلو زينا. فبقول لك بدنا تعملنا برنامج قديش السياره بتمشي كم من ميل بالجالون. هاي شرح لك اياها بشكل عام. هاي بقول لك الام بي جي مايل بير جالون يساوي المايلز دريفن تقسيم الجالونز اللي بيستهلكها السياره. فبقول له طب اسمع بدنا نكتب سولو كود وفلو شارت لها. والله يلا تعال كيف بدنا نحل. اقرا السؤال طبعا افهم. احنا اللي فهمناه من سؤال مطلوب منا نحسب كم من ميل بير جالون لسيارتك بتمشي. فبقول له يلا بدي احل. دحين دائما مخي مربوط بثلاث ستيب، انبوت بروسيس اوتبوت. واحد بيقول لي انا لحد هلا لسه مش مميز، اسهل طريقه للتمييز طلع كيف تمشي اعكسها. اسال حالك هيك كالتالي، شو مطلوب تحسب يا شباب حسب صيغه السؤال هذا؟ الميل بير جالون. يعني هي حسب صيغه اكار مايل بير جالون ام بي جي كان بي كالكوليتد وذ ذا فولوينج فورمولا. يعني يمكن حسابه الام بي جي حسب المعادله هذه. فاحنا المطلوب من السولو كود تبعنا ايش يحسب؟ الام بي جي. فهذا المطلوب احسن. بتسال حالك دائما شو مطلوب احسب الام بي جي؟ عشان احسب الام بي جي شو لازم يكون معلوم الي؟ معلومتين المايلز دريفن والجالون اوف جاز. الجالون اوف جاز فهذول شو بسميهم؟ الانبوت تبعوني. شفتوا كيف اجينا عكسها؟ قلت شو بدي احسب؟ هيو عشان احسبه شو لازم يكون معلوم الي؟ المايلز دريفن والجالون اوف جاز يوز، انه كم من جالون استخدمت. فبالتالي انا فهمت انه لازم ادخل المايلز دريفن ولازم ادخل الجالون اوف جاس يوزد عشان اقدر احسبها. فطلع شو بسوي. لا بلش يعني بدي ادخل كم مدخل تنن. فدائما مدخلين الادخال دائما ببلش في رساله برومت توضيحيه توضح لليوزر شو اول شيء يدخل. مثلا بقول له انتر مثلا هاو ماني مايلز ديد يو درايف يعني كم من ميل مشيت انت. او حط اي رساله مثلا انتر مايلز واحد بقول لي بكتب انت حر. هاي رساله توضيحيه تطبع للمستخدم كما هي. هلا باجي بحكي له هنا انبوت هلا هون بقرا فاريبل هون قاعد بعبي قيمه فاريبل في مايلز دريفن. طب كيف اكتب مايلز دريفن؟ اكتبها هيك مايلز فراغ دريفن دكتور لا بدون سبيس. ايوه طب ليش حطيت مساحه؟ ايوه شايفكم انتم انتبهتوا. دائما تسميه الفاريبل ثلاث شروط، يجب ان تكون مقطع واحد. فمعناته بصيرش اجي احكي هون سبيس وبروفيشنال اللي حكينا طريقه الكامل تعمل هيك.
في واحد بيقول لي طب اسمع لو خليتها هيك واستخدمتها بقول له عادي بسمع. الجيل القديم المبرمجين تبعون ايام زمان كانوا يحطوا اندرسكور، الجيل الحديث ما بحط اندرسكور، شو بحط؟ كابيتال. هاي مالز دريفن بهذا الشكل. طب واحد بيقول لي بصير مثلا اجي اكتب هون مثلا كبدايه رقم هيك واحد، لا دائما ثلاث شروط، مقطع واحد يجب ان يكون، الشرط الثاني انه كله احرف وارقام، فواحد بيقول هي كله احرف وارقام يعني كلهم اللي فيه بس يبلش بحرف، لازم تبلش بالابجديه. الشرط الثالث يجب ان يكون يحتوي على يبدا عفوا بحرف ابجد. طب واحد بيقول لي طب بصير احط هون مثلا اشاره مثلا، بقول له لا مش مسموح الرموز الخاصه، الرمز هي بزبط بالجافا ولغات ثانيه. اه هلا احنا بنحكي كسولو كود ما بنحكي بلغه ثانيه، حتى في الجافا ممنوع تحط بالجافا بتسمع بس رمزين هم الاندرسكور والدولار ساين والدولار. احنا بدناش ناخذ حالات خاصه الجافا، هلا كل لغات البرمجه بتمنع الرموز الخاصه الا الاندرسكور، الوحيد المسموح تحطه بين المقاطع هو الاندرسكور. تمام، هيك التسميه الصحيحه، هي المدخل الاول. طيب بعدين بدي اجي احكي له هون مثلا طلع شو بدي اغلط، اقول له انبوت بقول له اه، شو المدخل الثاني اللي هو جالونز مثلا، جالونز بهذا الشكل، جالون ايش كتبت هنا، جالونز بهذا الشكل اوف جاس يوزد. شو غلطت؟ ما حطيت ديسبلاي. اول شغله هيك ملاحظوها، ما حطيت ديسبلاي، حكاها صقر انه ما في ديسبلاي، هاي الغلط. وعندك سبيس بالجمله، السبيسز بالجالون، فبشيل السبيسز بقول واحد يحط، شلت السبيسز. هلا اذا كتبتها زي هيك اجى واحد يطلع على هاي اللي انا مكتوب، هل بيقدر يميزه؟ لا لا، بروفيشنال اللي حكينا بدايه كل كلمه بدل ما هي سمول لتر يا بتحط اندرسكور بيناتهم يا اما ايش تعمل كابيتالايز، هيك بتصير الناس تقراها جالون اوف جاس يوزد بروفيشنال. هلا بنط واحد بيقول لي اه، والغلط الثاني انك ما حطيت الديسبلاي، فبقول لي ها هاي الديسبلاي مثلا انتر جالونز يوزد مثلا، هيك انا حطيت الرساله. شو غلطت هون؟ شو استفدنا بعدين؟ انا ديسبلاي، ايوه شو انت ديسبلاي تبل مايلز، يعني دائما الرساله التوضيحيه تسبق عمليه الادخال، فهاي الجمله مش هون موقعها، هاي بشيلها من هون كات، وين بدي احطها؟ قبل عمليه الادخال. فهمت علي كيف؟ واحد بيجي بيقول لي في ناس مثلا بلاقيها بتقول لي هيك طلع شو بسوي؟ شيل عمليه الديسبلاي هون بحط يعني شو صار مع الكلام هذا؟ يطبع اول جمله انتر هاو ماني مايلز ديد يو درايف، بعدين انتر جالون يوزد تحت منها، بعدين يسوي عمليه الادخال، بصير بقول له هو بصير بس يعني بس تربطه اه لوجيكلي. دائما انت تطلع الرساله بعدين تخلي اليوزر يدخل مباشره وتخليه يعمل انبوت، بس يخلص الانبوت الاول تعرض له الرساله الثانيه وخليه يعمل انبوت، هي عمل انبوت، هي دخلت مدخلين. الحساب دائما تذكر معي يبدا دائما اوامرك بدك تستخدمها، اي جمله بتكتبها هلا لحد هاي اللحظه تبدا ب يا اما ديسبلاي يا انبوت يا سيت، فيش غير هدول الثلاث كلمات تستخدمها. هلا بدي اعمل بروسيس، البروسيس شو بدي فيها سيت، شو اللي بدي احسبه الان بي ام بي جي، ثلاث شروط مايلز دريفن يس تساوي ايش اكتب ديفيجن الجالونز اوف جاز، قول لي الام دي تقسيم الجي او جي ايو، قول له شو هدول بزبطش. احنا حكينا مايلز دريفن فاختصرت اللي اياها انا ام دي، حكينا جالون اوف جاس اختصرتها جوجو جي. طب ليش اختصرنا؟ مش لازم نكتب زي اللي فوق؟ ايوه هذا زي اللي فهاي لازم اكتبها اكزاكتلي exactly. مش هون كتبت مايلز دريفن، بدي اكتب هون مش ام دي، بدي اكتب اكزاكتلي مايلز دريفن، وهنا كتبت gas gallons of gas used، هاي exactly داخدها exactly زي ما كتبتها هنا capital small طبق الأصل عنها هيك صح، عشان يفهم نروح جيب بروح display yes. آخر خطوة بعد ما حسبت اكتب هنا كلمة display مثلا كحرفيا مثلا ال MBG يساوي فراغ، الفراغ دائما من الدبل كوتيشن يحسب، بينما مثلا حطيت فاصل وحطيت هون 20,000 فراغ هذا في الصفحه، هون بقول له ام بي مثلا هون ام بي جي، طبعا واحد بيقول لي طب لو كتبت ام بي جي غلط، شو الغلط؟ الام بي جي هون لما عاخرت كلمتها كابيتال، فهون ايش لازم تكون كمان كابيتال. طب واحد بيقول لي طب اسمع لو حطيت هون ام بي جي بهذا الشكل بتطبعها ام بي جي زي ما هي، يعني ام بي جي تساوي حرفيا كلمه ده هيك بنسخ ليترال، هذا صار اسمه، فانت عشان ما تاخذ ليترال بدك تاخذ ايش الفاريبل،
السبيس اللي هون فاضي، السبيس اللي بين الدبل كوتيشن يعني اللي هون واللي هون هدول يطبعوا، هدول يطبعوا، بينما البعد الفاصل لا يطبع لأنه ما في دبل كوتيشن، يعني هذا فصل فاضي سواء كتبتهم أو ما كتبتهم فصل فاضي. هاي مثال ينحل. طب واحد يقول لي كيف بدي احوله لفلو شارت زي هدول؟ قول له عادي، ترسم دوارة الستارت وبتقلي دوارة الاند تحت. قول لي طيب دائما الديسبلاي والانبوت اي جملة تصير تمشي كل واحد من هذول احطها بشكل، كل جمل الديسبلاي والانبوت دائما توضع بمتوازي اضلاع زي هذا، يعني هون لك تصير تحكي له ضمن متوازي اضلاع انتر هاوس ضمن متوازي اضلاع ثاني تحت منه انبوت مايلز دريفن، بعدين متوازي اضلاع ديسبلاي انتر جالون يوز، بعدين متوازي اضلاع انبوت جالونز يوز، هاي اللي هو انبوت جالونز اوف جاس يوز. الست توضع بايش دائما الحسابات؟ توضع اي شيء بالست يوضع ضمن مستطيل، يعني ضمن مستطيل، فهي توضع ضمن مستطيل. الطباعه توضع ضمن متوازي اضلاع، واخر شيء بحط ان طبعا بين كل مرحله والثانيه شو بنحط سهم 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 عشان فهم الناس انه هذا سيكونس قاعد بمشي ستيب ستيب، ببلش من ستارت وبنتي عند مين؟ عند انت. هاي يعني اللي شرحناه لحد هلا اجمالا ان جنرال كل اللي اخذناه. في إشي صعب خرافي فيه؟ ما في إشي صعب خرافي. شو هذا السؤال؟ التب تاكس عن توتال اللي هو دفعت حق الوجبة، الوجبة دائما يتبعها ضريبة ويتبعها التب اللي هي الإكرامية، فبدنا برنامج يحسب التوتال دفعته أنت، التوتال الكلي اللي هو التوتال راح يكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن الضريبة زائد التب اللي هو يحكي لك من السعر اللي أنت دفعته راح تدفع 15% تب و7% ايش تاكس، وبدي بالنهايه تطبع لي انه انت الوجه تاكس عليها هالقد، تب عليها هالقد، التوتال هالقد، امرين. فهذا راح اطلب منكم هومورك ان شاء الله المحاضره الجاي بس نخلص تمام راح نجي بدك تحله اليوم ولا تطلبنا اياه لسه المحاضره الجاي؟ بس نخلص الليكتشر الجاي اللي هي هلا بدي ابلش فيها اطلب، يعني بس نخلص التشابتر كامل اطلب لكم الهومورك على اساس اشمل كل شيء فيه كل شيء. تمام تمام تمام. فهلا هيك بنقول خلصنا هاي الليكتشر، نبلش في الليكتشر اللي بعد منها اللي هي كونتينيو لها، هاي تعتبر اللي هي المحاضره الرابعه على التشابتر 2 برضو. هاي دكتور ممكن تنزل عشان ندرس اليوم؟ نزلتها هي موجوده على الاي ليرنينج لسه موقف، حطيتها على الاي ليرنينج. هلا بعد ما تفتح المحاضره بعمل لكم شو لها. لسه فاصل مطول شكله، هو لسه فاصل مو على حظنا من امبارح بالليل انا رافعه وضله فاصل ما فتحش. على كل هاي تكمله لشغلنا. هلا زي ما حكينا انه الكمبيوتر بينفذ عمليات حسابيه جمع طرح ضرب قسمه، بس الكمبيوتر مش زي البني ادم. الكمبيوتر لما يجي ينفذ اي عمليه حسابيه يعني زي هاي هون لما يجي ينفذها ما بينفذ الا زائد بس، بعطي اولويات، يعني بقول هون عندي عمليه جمع وضرب وزائد وضرب واقواس وزائد وناقص، ما بيمشي زينا من اليسار لليمين او كلوجيك البني ادم. الكمبيوتر بعطي برايورتيز، هي الاوردر اوف بريزيدنس او اوردر اوف اوبريشنز. دائما اول عمليه بينفذها الكمبيوتر في كل هدول مين هي؟ الاقواس، ثم القوه، ثم الضرب والقسمه، ثم الجمع والطرح، ثم اخر شيء المساواه. هذه اخذتوها الاولويات في العمليات الحسابيه. فمثلا هاي المعادله كمبيوتر اول عمليه بينفذها، هي حطيت لكم هذا المفروض انتم ماخذينه بس بعيده على السريع. هاي شو بينفذ؟ 4 زائد 3 فنتج عنها 7. بعدين هلا بحكي عندي طرح ضرب جمع ضرب زائد، مين اللي انفذه؟ الاولويه دائما للضرب والقسمه. طب هون بقول لي عندي تنتين ضرب، مين اللي انفذ؟ لما يصير عندك عمليتين متساويات في الاولويات بننفذ من اليسار لليمين، فبنفذ 4 ضرب 4 فايش بتصير؟ 16 صفى عنده ككمبيوتر. احنا بنحكي الكمبيوتر غير عن البني ادم. زائد زائد ضرب ناقص، مين الاولى في هذول كلهم يتنفذ؟ الضرب. فبضرب 5 ضرب 7 اللي هو 35 تمام. صفى عنده زائد زائد ناقص، هدول متساويات، الزائد والناقص متساويات في الاولويات. أيوه. بلش من اليسار فبحكي 3 زائد 16 شو بتصير؟ 19. صفى عنده زائد وناقص، بنفذ على اليسار لانه متساويات. شو صارت هون؟ 40 اللي هي مش 40 هي ما انا عارف 40 54 بتطلع ناقص 1 53 يس 53. شفتوا كيف الكمبيوتر بيشتغل؟ وهي كمان امثله، يعني هون مين بينفذ اول، الجمع ولا الضرب؟ الضرب اكيد. ضرب طيب 2 في 4 طلعت 8، 8 زائد 5 13. طلعت. حد بيقول لي مثلا لو انا بني ادم مثلا بمشي على كيفي بقول 5 زائد 2 7، 7 ضرب 4 28.
مثلا هيك البني آدم بيحلل. الكمبيوتر مش زيها الإنسان، وهاي نفس الأولوية. الكمبيوتر دائما غير عن البني آدم. الكمبيوتر بعطي أولوية إنه هاي دائما جدول الأولويات يتذكره. أول إشي الأقواس، ثم القوة، ثم الضرب والقسمة والموديولس، ثم الجمع والطرح، وآخر إشي المساواة اللي يطلع النتيجة. فمثلا هون الأولوية لمين؟ قسمة أكيد. قسمة. فبالتالي طلع جواب 2. هون الأولوية لمين أول إشي؟ ضرب. ضرب. ثم ضرب. جمع ثم طرح. بعدين جمع بعدين طرح. هيك الفكرة، لأنه الجمع والطرح متساويات فببلش من اليسار. طب هون على السريع الأولوية لمين؟ ضرب. ضرب. ثم طرح، جمع طرح. طرح الأولى، بعدين الجمع، بعدين الطرح. هون الأولوية لمين؟ أقواس. أقواس اللي هو يعني أول إشي نفذ الجوة الأقواس اللي هو بنفذ الجمع، هي سبعة، سبعة ضرب أربعة. بدي هالضرب. طيب ال يس يعني هون كمان مين بنفذ؟ أقواس بعدين القسمة. يس يعني هلا واحد بيقول لي القسمة أول، بقول له لا حبيبي الأقواس قبل القسمة. أقواس خمسة ناقص ثلاثة اثنين معناته عشرة تقسيم اثنين، شو طلع الجواب؟ خمسة. يس. طب هون على السريع يلا أقواس. أقواس وبعدين الضرب، يعني أربعة بعدين ضرب بعدين جمع زاد. يس. هون الأقواس، الأقواس بعدين الضرب اليسار ولا اليمين؟ كل قوس يسار. يسار بلش من يسار. ولا الكمبيوتر بيشتغلش مرحلتين، مرحلة ومرحلة بيشتغل الكمبيوتر. في عندي قوسين يسار يمين. يو أول إشي بنفذ على اليسار فبحسب ناقص ثلاثة بطلع معي ثلاثة، بعدين بروح بنفذ اثنين زائد سبعة اللي هي تسعة، بعدين بضربه وبقسمه، بعدين بعدين قسمة. هيك الكمبيوتر بيشتغل. طبعا هون حطيت مثال للموديولس أجين، معك 17 دينار تتوزعهم على ثلاث أولاد صغار، شو راح تعطي لكل واحد منهم؟ راح تعطي لكل خمس واحد دينار. خمسة 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 اثنين صحوا معك اثنين دينارين. هذا كان يعني للتذكير لمادة المقدمة، يعني هذا حكوا أنتم في مقدمة علم الحاسوب وذكرتكم يعني فيه. وفي كمان ملاحظة تانية، لما بتكتب على الورق إحنا كبشر لما بنكتب نكتب هاي معادلات رياضية، هاي ما بفهمها الكمبيوتر زينا هيك، يعني ما بصير تيجي تكتب للكمبيوتر في السودو كود، ما أنت بتقدر تكتب بإيدك، ممنوع تكتب بهاي الصيغة، هاي بنسميها الجبريك إكسبريشن، صيغة الجبر، صيغة جبر، الكمبيوتر ما بفهم صيغة. دكتور عندي سؤال. طب هاي لما نيجي نحولها للغة الآلة مش نضرب 3 ضرب 2 زائد X؟ زائد X. لا مش زائد X، مين زائد X؟ هاي أخذناها زمان، هاي أخذناها هاي. بس للتذكير يعني هلا هاي كيف دك هلا هاي صيغة للورق، كمبيوتر ما بيقبل، بتقدرش فيش بالكمبيوتر تحكي له X تقسيم هيك، فيش تقسيم بالكمبيوتر هيك، هاي طرح مثلا لو بتعتبرها شحطة، ما في شحطة في الكمبيوتر. كيف دك ترجمها بصيغة الكمبيوتر كسودو كود؟ السودو كود بتقول له هاي عبارة عن X تقسيم 2 ضرب 3 تطلع زي هيك. في واحد بيقول لي طب ليش ما احكي 3 ضرب X تقسيم 2؟ تحكي له 3 أقواس، لأنه الأولوية فعليا للقسمة، مع أنه هو التبادلي يعني راح تطلع النتيجة نفسها نفسها، بس لا يعني بدك تحطها كأقواس، فهم كتبوها بهاي الصيغة. هاي الجملة 3 بي سي، فيش 3 بي سي، الكمبيوتر بفهم هاي، احنا كبشر بنفهم أنه 3 ضرب بي ضرب سي، لازم أصرح للكمبيوتر إنه هاي 3 ضرب B ضرب C زائد 4، هيك بدي أعطيها. واحد بيقول لي حط أقواس، بقول له لا ضمنياً ما هي الضرب قبل الجمع، فبالتالي راح يضرب هدول الثلاثة ناتج الضرب عنهم بيجمع الأربعة. هون مثلاً بسط ومقام كيف أكتبها؟ بتحكي له X زائد 2 على 1 ناقص على A ناقص 1، هاي صيغة الجبريك. هلا ما بصير تكتب الجبريك، كيف بدك تكتبها في السودو كود بهاي الصيغة؟ أقواس طبعا. يعني لما يجيك شرح من الناس بيكونوا كاتبين لك معادلات رياضية بصيغة الجبر بنسميها. احنا ما بنقدر نكتب في الكمبيوتر الجبر، بدنا نكتب كمعادلات كمبيوتر بهذا الشكل. هذا كمان اخذتوه في مقدمة الحاسوب، المفروض كمان تعرفوا هذا الحكي يعني كيف تنتج. يعني انا مثلا يوم الامتحان راح اجيب لك معادلة بهذا الشكل على سبيل المثال. بقول لك خلي الكمبيوتر يحسبها، اوعك تكتب لي اياها بالسودو كود زي هيك، غلط. لازم تكتب السودو كود وتكتب كلمة ست. كلمة إيش؟ ستة أساس يحسبها. أسأل على أو مين تسأل؟ بس الثلاث ضرب إكس، الثلاث ضرب البسط كيف حولناها للمقام؟ ثلاث ضرب اثنين اللي هي هاي هون؟ أيوة. هلا هنا ما حولناها، هنا حكى إكس تقسيم اثنين أول إشي، يعني هلا هاي كأولويات راح يقسم إكس على اثنين بعدين الناتج يضربه بثلاثة. أنا ربط. أوكي أوكي أوكي. وأنا عارف الكتاب سبق إشي عن إشي. هلا هاي إذا تكتبها بالصيغة أنا تبعتي، أنا هاي أكتب لكم إياها هون. لو بكتبها أنا مثلا بحكي له هاي عبارة عن ثلاثة ضرب وبفتح قوسين X تقسيم 2 X تقسيم 2
هلا هذا انا كتبته هون نفسها ما تفرق. هيك انه هو شو سوى؟ انه قسم اكس على 2 بعدين ضربها بثلاثة. سيم وسيم ضرب، الضرب تبادل يعني، ما احكي 5 ضرب 3 هي نفسها 3 ضرب 5، فعادي ما بتفرق. تمام دكتور، هاي مبينه بالنسبه كانها اس 3 وين لما ضرب. لا لا هذا بالوورد، بالوورد واحنا بنكتب في الوورد الضرب بيطلع هيك لفوق شوي يعني عادي. القوة اللي هي بتحطها أبر اللي هي السوبر سكريبت بنسميه. تمام، فهذول التذكير عنهم. هلا هون هاي تشيك بوينتس مثلا، شو يعني assignment statement؟ اي جمله فيها يساوي مساواة، هاي هي assignment statement. دائما when you assign a value to a variable، عندما تضع قيمه في variable، what happened to any value that is already stored in that variable؟ خلص بروح بالحدث. يعني اذا انت اعطيت قيمه لفاريبل، قيمه جديده لفاريبل، شو بصير في القيمه السابقه؟ بكبها خلص، تنحذف وبيجي القيمه الجديده محلها، يتم استبدال القيمه القديمه بالقيمه الجديده. بحكي لك هون سميرايز ذا ماثيماتيكال اوردر، رخص لي ترتيب الاولويات للعمليات الحسابيه. هي ترتيب الاولويات، اول شيء اقواس، اكسبوننت، ضرب، قسمه، جمع، طرح، ويساوي. إذا تساوت الأولويات بنبلش من اليسار لليمين. من اليسار لليمين. هذا يعني عشان بس يشيكوا عليكم. شو البيربوس؟ شو بتسوي عملية الإكسبوننت؟ يعني شو يعني الإكسبوننت؟ ارفع للقوة. شو يعني المودولس؟ باقي القسم. هذول المطلوب منك تكون فاهمهم عشان تبلش تعمل عمليات حسابية. عشان تبلش نعمل عمليات إيش؟ حسابية. تعال هلا نبلش هون في الفاريبلز. تعال عشان أفهمك شغلة. الكمبيوتر او المبرمج اوعك تفترض عنده اللي بيمشي على الالجوريثم تبعك انه عنده بديهتك. كيف واحد بديهتك؟ يعني بفهم قصدي لحاله. تعال افهمك شغله. في البرمجه لما نيجي نقول هاي تكتب هون عشان هاي فاضي، او خلينا هاي تكتب هاي هون راح المشري هون. خليكم ركزوا معي. مثلا انا كبست هيك، سوري هاي كبستون هاي هون. شو بتقول لي انت كبني ادم ذكي؟ شو بتقول لي شو هذا الكبستون؟ شو قيمتها هاي؟ قديش؟ خمسة. خمسة يعني إيش؟ أرقام؟ أنت كبني آدم ذكي بالكمبيوتر الخمسة هاي لها احتمالات كالتالي. ممكن أقول لك هاي يعني طلع هاي الخمسة ممكن ينتج عنها خمسة انتجر. واحد بيقول شو يعني؟ يعني هذا رقم انتجر. هيك ممكن أنا أتخيلها. أو ممكن أقول لك هاي 5.0 كدبل. يعني ممكن أنا أحولها. أو ممكن أقول لك هاي خمسة هيك فيها نسميها كاركتر. او ممكن هاي الخمسة اعتبرها خمسة بين دبل كوتيشن، هاي اللي احنا بنسميها ليترال سترينج، صح؟ وممكن كمنطق اقول لك الخمسة هاي تعتبر ترو. واحد يقول لي ليش ترو؟ لانه الصفر هي اللي الصفر هو الصفر اللي غير الصفر هي ترو. فالخمسة لما تحولها لباينري، لما تحول الخمسة لباينري اللي هي 1 0 1 كل اصفار 1 1. المهم يعني قيمه ليست صفر، ليست صفر ايش تعتبر؟ ترو. هلا بالنسبه للكمبيوتر هاي القيمه اللي انت دخلتها اللي هي انت دخلت رقم 5 بالنسبه للكمبيوتر او للي بيكتب الجوريثم للكمبيوتر، هاي القيمه ممكن اولها انا كمحلل او كمبرمج ممكن اولها انها ممكن تكون هذا رقم صحيح. انت قصدك لا والله لا رقم كسري، لا والله لا انت قصدك حرف 1 5، لا والله قصدك سترينج 5. ما حدا بيحسب بين الكاركتر والسترينج. الكاركتر هو من خانه واحده، السترينج هو مجموعه كاركترز اكثر من كاركتر متلاصقات مع بعض. فالسترينج يشمل الكاركتر فبيقدر يشمل خانه واحده او اكثر. الكاركتر دائما خانه واحده. يعني واحد يقول لي بصير احط هنا 50 واقول انها كاركتر؟ لا، 50 هي تو كاركترز، فالخمسه كاركتر لحاله والصفر كاركتر لحاله. وفي عنده منطق. هاي انواع البيانات ممكن يعالجها الكمبيوتر. فانت دائما لما نعم دكتور، بس معلش شو الفرق بين كاركتر وسترينج؟ ممكن تعيدها اذا سمحت؟ هلا هيك طلع معي وانا ادخل مثلا، يعني هي هون عجلي بهي على هاي. هلا لما احكي بي لحالها هذا كاركتر، طب لو كتبت باسم، هلا كل حرف من كلمه باسم هو كاركتر، ولكن لما اتعامل معهم ككل شو بسميهم؟ سترينج. فالكاركتر هو اي كبسه على الكيبورد تكبسيها، اي كبسه وحده على الكيبورد هي كاركتر. انما مجموع يعني هلا احنا دائما بنجمع الكاركترز مع بعض عشان نعمل كلمات لنا احنا كبشر. مجموع الكاركترز مع بعض شو بنسميه؟ سترينج. يعني الحرف الواحد يسمى كاركتر ويوضع بين ابيستروفيز دائما. السترينج
ممكن يكون حرف واكثر, يعني حرف واحد ومضاف له عده احرف ثانيه جنبه, هذا شو بنسميه؟ سترينج. سترينج. الله يبارك فيك دكتور. ويلكم. احنا بالتالي اي قيمه انا بفترضها بمخي, مثلا انا قصدي 5 والله كرقم صحيح, الكمبيوتر او المحلل او المبرمج ممكن يأولها لهاي الاحتمالات. فدائما الالجوريثم ممنوع ممنوع تقول للمبرمج اول على كيفك, انه مره يأولها الخمسه لانتجر, مره لدبل, مره لسترينج, مره لكاركتر. فدائما في قاعده, وانت توصف الفاريبلز ما بصير نشتغل زي ايام زمان. واحد بقول لك كيف يعني, سوري هاي خليني ارجع هون. يعني مثلا انا بدي اعرف فاريبل, مثلا بقول انبوت الايج. هلا انا كنت احكي له انبوت ايج, احنا ضمنيا في البديهه كبشر, في البديهه كبشر نعتبر انه العمر رقم, رقم صحيح. يعني بالعاده العرفي اي نظام في الدنيا بقول لك قديش عمرك, تقول له 24, ما بتقول له 24 وشهرين وثلاث اشهر, 24 25 18 19 هيك بتصير تقول له. تمام. فاحنا من اولها لانتجر, ما بصير هذا الحكي في البرمجه. دائما في البرمجه اي فاريبل بدك تستخدمه, ايج, راتب, تاكس, ضريبه, مايلز, بيرجلون, وات ايفر, ممنوع تحطه مباشره زي ما كنا نشتغل زمان, ولا لازم تعمل له ديكلاريشن. واحد بيقول شو يعني ديكلاريشن؟ يعني دائما لازم قبل ما استعمل الايج اجي اكتب للجهاز اقول له هون كلمه اي ديكلير بهذا الشكل, الرمز العصبي كتب ديكلير مثلا بهذا الشكل, ديكلير مثلا هنا اقول له مثلا العمر بدي اياه صحيح, اقول له انتجر, انتجر ايج. واحد بيقول شو يعني هاي؟ يعني قبل ما تقرا الايج يا كمبيوتر, يعني قبل ما تخلي اليوزر يقرا. دكتور سؤال بس سريع. هاي فيها مسافات والديكلير وحرف كابيتال اشياء يعني؟ يس. يعني هلا هون تعرفنا انه الاوامر لحد هلا في السودو كود انبوت وديسبلاي وست, هلا نضاف لها كلمه جديده شو اسمها؟ ديكلير. ديكلير يعني قبل ما تبلش تعالج البيانات وتقرا احجز لي بالذاكره موقع شو اسمه؟ ايج. شو المفروض القيمه اللي تنحط في نوعها؟ انتجر, عشان ما يقعدش يأولها إنها دبل ولا سترينج ولا كاركتر ولا بوليان ولا انتجر. حددت انت بالضبط. صرحت له إنه موقع الذاكرة الاسم ايج يجب أن يحمل قيمة ايش؟ انتجر. طيب طلع كمان مثال مرة تانية. مثلا أجيت قلت له هون ديكلير ديكلير مثلا دبل دبل, أو في ناس بيحكوا لك فلوت فلوت, دبل الفلوت اللي القيمه الكسريه, قيمه كسريه اما دبل او فلوت لحد لا قول دبل او فلوت. تمام. هلا زي ما بدك, دبل او فلوت المقصود فيها كسور. هلا هون تقول له سالري, شو معنى هاي الجمله؟ احجز في الذاكره موقع شو اسمه؟ سالري. كيف بدك تخزنها جواته؟ شو يكون نوعها؟ عاملها معامله ايش؟ الدبل. يعني يعني واحد بيقول لي هون لو اجيت قلت له مثلا ست السالري, شو يعني ست السالري؟ هون قاعد بعمل اساينمنت, ما مش بعمل انبوت. ست السالري يساوي يساوي مثلا السالري, مثلا بقول له الراتب واحد مثلا 100 زائد زائد 5, فبقول لي واحد هاي راح تنتج في الذاكره في موقع اسمه سالري, يعني احكي لي السالري في القيمه قديش؟ 105.0. واحد بيقول لي ايش 105.0؟ لانه شو قلت له نوعها؟ فلوت. احنا قلنا فلوت. تمام. طب اوضح اكثر واكثر. قلت له انبوت الايج, انبوت الايج, قلت له بعدين هنا 6 الايج, 6 الايج يساوي 15.7. شو اللي بصير هون؟ لاحظ هون اول ما احجز هون بكون عندي عنوان في الذاكره اسمه ايج, قيمته المبدئيه مثلا دخلت انا كيوزر مجازا دخلت العمر 19 مجازا, فصارت قيمة الفاريبل موقع الذاكرة الاسم ايج قديش قيمتها؟ 19. لما يجي على الجملة الثانية هون شو معناها؟ روح على موقع اي رقم بشطب القيمة القديمة 19, شو بصير فيها؟ بتروح طيب 15. ايش قلت له دكتور؟ هاي ايرور دكتور. ثواني. ايوه شايفكم انتبهتوا. هلا بقول لي واحد اكتب 15.7, بقول له ما بصير. ليش؟ لانه شو حكيت له هذا نوعه؟ انتجر. انتجر انتجر شو يعني؟ جزء الصحيح. فهاي الكمبيوتر لو في لغات برمجة بعطوك ايرور, في لغات برمجة تانية شو بقولوا لك؟ هاي تساوي 15. ليش؟ يعني انت قلت لي هذا نوعه انتجر, فقط خذ الجزء الصحيح. فقديش الجزء الصحيح من ال 15.7؟ 15. ما بقرب, ما واحد بيقول لي بجبرها ل 16, لا ما بقرب, خلص باخذ الجزء الصحيح. فدائما وانت تكتب السودو كود لازم تصرح للي بيشتغل انه الفاريبلز اللي بدك تدخلها أو تنتج عن المعالجة شو نوعها.
لازم تعمل ديكلير. يعني هلا تعلمنا امر جديد، ديكلير احجز موقع في الذاكره اسمه ايج نوعه كذا كذا، احجز موقع في الذاكره اسمه سالري نوعه ايش، فلوت او دبل او سترينج او بوليان. فدائما احنا في الديكليريشن، دائما في الديكليريشن نعمل في الديكليريشن في خطوتين، بتحدد اسم الفاريبل اللي هو مثلا سالري، وكمان ايش لازم تسوي داتا تايب تبعته. الداتا تايب هم للارقام انتجر وفلوت ودبل، اللي هو الانتجر صحيح، فلوت او دبل اللي هو الكسور، او حتى هي عفوا هنا في الكتاب مش مسميها فلوت، ايش مسميها؟ ريل. يعني هي الداتا تايب انتجر وريل وسترينج وكاركتر وبوليان، هدول الديفولت داتا تايب. هاي الداتا تايب الرسميه اللي كل لغات البرمجه بتدعمها. هلا واحد يقول لي طب لو عندي صوره مثلا بدي اقرا صوره بدي اقرا صوت، هذا داتا تايب ثاني بنسميها صوره غير لحال مكتبه لحال، تاخذوها لغير. هلا احنا بنحكي عن الداتا النصيه اللي بدخلها من الكيبورد، تمام. فالديكليريشن دائما مقطعين، تعطي اسم للفاريبل، يعني فيها خطوتين في الديكليريشن، اسم للفاريبل واسم لمين، لا ونوع الداتا تايب. عندي محاضره بس عن الصوره تحكوا معي. الله يبارك. هلا هلا كونوا هم على الباب يهدوا. يعني ثواني ثواني، لو بدي ارجع للمثال القديم هون، يعني هون هلا هذا الحل كنا نحل ايام زمان. هذا الحل لو هلا بدي ارجع اطبق مبدا الفاريبلز، لازم احجز كم فاريبل؟ ثلاثه. واحد بيقول لي ليش؟ اثنين للمدخلات واحد لمين؟ للمخرجات. فيعني هذا الحل عشان يصير صح 100% ومفهوم للكل، ما يصير فيه مس اندرستاندينج، فاجي بقول له هون، طلع شو بحكي له، بقول له هون قبل القراءه. واحد بيقول لي ليش قبل القراءه؟ انت بتعبي الفاريبل بعدين عشان القيم يطلع عندك اللي بدك اياه، يعني التسلسل، احجز بعدين عبي. يعني انا بحط ثيابي في الخزانه، بقول بجيب الاواعي وبعدين بجيب الخزانه، ولا بكون مجهز الخزانه وبعدين بحط ثيابي فيها. فانا لازم قبل ما ابلش استخدم الفاريبلز بقول له هون طلع شو بحكي له، ديكلير بهذا الشكل مالتي دريفن، مثلا بدي اياها ارقام صحيحه، فبحكي له هون انتجر انتجر بهذا الشكل، انتجر اللي هي ايش سميتها مايلز دريفن. هاي اول واحد بدك تعمل ديكلير مرتين ولا وكمان ديكلير ثانيه، ديكلير ثانيه هلا بورجيكم ديكلير ثانيه. مثلا جالون يوز، الجالون يوز ممكن ادخل لك استخدمت جالونين ونص، فبقول له هون بما انك بدك تحط قشور بقول له ريل يعني مثلا اسمها جالونز، احنا سميناها اوف جاس، اوف جاس يوزد عشان يكون شغلي بروفيشنال. وايش كمان لازم احجز؟ لازم احجز اللي هو هون ديكلير اللي هو ريل يعني كسري، طبعا بروفيشنال اكتب ار كابيتال يعني احسن اللي هي بدايه الهاي، وهون الام بي جي عشان يكون برنامجي صح 100% هيك لازم اكتب. دائما قبل ما استخدم فاريبلز، يعني هي هون عندي انبوت لفاريبل، هون انبوت لفاريبل، هون عمليه سيت لفاريبل، هدول فاريبلز. الفاريبلز قبل ما تستخدمهم ايش لازم تسوي لهم؟ ديكليريشن. والديكليريشن دائما قبل استخدام الفاريبلز. يعني واحد بيقول لي بصير اشيل الديكليريشن من هون واحطه هون تحت؟ يعني انا بقول لك انت بتقول لي كالتالي، انت بدك تعلق اوعيك في الخزانه، بقول لك اه، قلت لي انت هيك بتقول لي انا جبت الاواعي هيك حطيتهم هيك في الهواء تركتهم في الهواء، قلت لهم استنوا علي حبايب اقعدوا هيك لحالكم بالهواء، هلا اصبروا شوي عليها، هلا بجيب الخزانه وبحطها وراكم. ما بصير هذا، دائما بتحط شيء جوا. شغله ثانيه، الحاضن اللي هي مثلا الخزانه تبعتي لازم تكون هي في البدايه موجوده، ثم اوضع الثياب بداخلها. هلا الفاريبلز ما بصير تعريفها بعد استخدامها، يعني قبل ما تستخدم الفاريبلز بتعرفها وبتحطها هون. واحد شو بقول لي؟ بقول لي العرف دائما عند الكل نعرف الفاريبلز اول شيء. في واحد بقول لي لا يا عمي، بقول لي مثلا انا كيف اسوي؟ بدي امسك الفاريبل الاول هون، بدي اجي هون قبل ما اعمل الانبوت مثلا احطه هون، انه عرف الفاريبلز ثم اقراه. بعدين الفاريبل الثاني هذا اشيله من هون واحطه هون، قبل ما اقراه احطه هون، وقبل ما احسب شيل هذه هون واقول هي هذه بصير. نعم بصير. بما ان كل فاريبل، يعني لاحظ قبل ما استخدم المايل دريفن شو سويت فيها؟ عرفتها. قبل ما استخدم الجالون اوف جاس يوزد عرفتها، قبل ما اعطيها قيمه عرفتها، قبل ما احسب الام بي جي عرفتها. بصير. بس العرف دائما تعريف الفاريبل وين بنحطه؟ في البدايات فوق، على اساس اللي بيشتغلوا معنا لما يقراوا يفهموا شو المطلوب. المهم القاعده، عرف الفاريبل قبل ما تستخدمه، عرف الفاريبل قبل ما تستخدمه. مين بيسال اذا حد دكتور عندي سؤال؟
هل ممكن نستثنى عن ال declare هاي ونحطها نعرف بالانبوت نفسه؟ لا لا، هلا دائما احنا حكينا الالجوريثم، حكينا القاعده الذهبيه، اذا رجع هذول عشان احكي عن شغله. الالجوريثم لما قلت لكم اعملوا النودلز، قلنا القاعده اخر تحسين، الاند الغيها وخلي كل واحدة بايش يعني لا تخلي الامر في صيغتين. هلا للعلم بالشيء تجاوزا وللتسهيل، لانه اوريدي يعني بديهة البني ادم بفهمها، لما يكون تو فاريبلز من نفس النوع يعني ريل بدل ما اكتب كل واحد بجمله، بقدر اذا بدي وهو يعني اسلوب تحايل، بقدر بدل ما احط جملتين ريل شو بقدر اجي احكي له هون فاصله ام بي جي واستغني عن اللي تحت. فهمت علي كيف؟ يعني صار هون معناته عرف تو فاريبلز، ما بتعتبر زي الان، لا تعتبر زي الان. هلا بالديكليريشن مسموح لك يعني كقواعد كتابه انه تحط انه عرف هذا وهذا مع بعض. الافضل انه كل واحد منهم بايش بصدر، لانه الالجوريثم الصحيح كل امر في الالجوريثم يحوي على كم تعليمه واحد. يعني انا لو الاصح بقول لك مش هيك هذا صح، بس الاصح انه كل واحد ايش تكون بسطر، يعني ما احط عرف تو فاريبلز بنفس السطر. هذا بصير لما تكتب اكثر من سطر، لما بتتعامل مع ناس اكسبرت يعني عندهم خبره منيحه خلص بيفهموا منيح، لما تحط فاصله انه هذول تو فاريبلز زي جملة الديسبلاي، بدل ما أطبع مثلاً ثلاث جمل ديسبلاي بقدر أحط جملة واحدة ديسبلاي وبناتهم إيش فواصل. بس ما بيصير لحظة الانبوت تعمل ديكلير. هذا الحكي بيزبط ببعض لغات البرمجة بس هون إحنا ما بنشتغل لغات برمجة، إحنا بنشتغل سودو كود. فلاحظ أنا نرجع هون للشرح الأصلي. فهون أنت دائماً لما تعرف فاريبل تعطيه النوع وتعطيه إيش، تعطيه الاسم وتعطيه الداتا تايب. هاي كمثال توضيحي، إذا تعرف ثلاثة فاريبلز مع بعض تقدر تحط بناتهم فواصل، ولكن الافضل انه تحط كل واحده منهم بايش بسطر. بس مسموح لك تحط اللي من نفس النوع على نفس السطر. يعني هون واحد بيقول لي طب هون بقدر احط مثلا فاصله مايلز بير جالون فاصله مايلز دريفن؟ لا، المايل بير جالون والجالون اوف جاس يوز هم اثنين ريل، بقدر احطهم مع بعض بس ما بقدر احط انتجر معهم. يعني الداتا تايب اذا اختلفت لا تحطهم مع بعض، كل واحد ايش يعتبر مختلف عن الثاني، بس من نفس النوع بتحطهم مع بعض. دكتور بقدر افرض شغلتين للمتغير الواحد، يعني مثلا احط دبل فلوت وبنفس الوقت انتجار، ولا غلط؟ لا، لمتغير واحد دائما هي حسب الصيغه، انه انت بتحدد بس الداتا تايب وبعدين اسم المتغير، بس داتا تايب واحد، يعني فيش فاريبل بيحمل قيمتين بنفس الوقت، الفاريبل يحمل قيمه واحده، يا هاي يا هاي. كمبيوتر حد خيري صار الجو طبعاً 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 المايك يسكروا عنده طلع بالله معي هون. هلا هون كمثال لاحظ، هون قال لي رونج، هون قال لي كوريكت، مين بقول لي شو الغلط اللي سويته هون على هاي؟ ده انت ما عرفت اول شيء. ايوه، يعني رحت عبيت الموقع بعدين حجزته، ما بصير. دائما لازم تحجز موقع الذاكره اكس، هذا على سبيل المثال موقع الذاكره اكس حجزته بعدين قراته، هذا كوريكت. طيب واحد بيقول لي ممكن اعمل initialization. شو يعني initialization؟ اعطاء قيمه مبدئيه، يعني اول ما ابلش هلا declare x. طب شو قيمه x عند هاي الجمله لحظه ما حجزت x؟ شو قيمتها؟ unknown بنسميها، غير معروف undefined. هلا ممكن انا كبدايه لحظه ما ابلش اشتغل اقول مثلا احجز مبدئيا variable اسمه price ونوعه real كسري، يحمل قيمة مبدئية مش غير معلومة، إنما قديش قيمته 49 دينار و95 قرش. أو ممكن أحجز variable اسمه length قيمته المبدئية 2 والwidth قيمته المبدئية 4 والhigh قيمته المبدئية 8. هاي قيمة مبدئية بقدر لو قدام إيش أرجع أسوي أغيرها. هذا بنسميه initialized variable. شو يعني initialized variable؟ لحظة ما حجزته له قيمة. وفي شيء بنسميه uninitialized. واحد بيقول لي كيف يعني initialized؟ string name، حجزت موقع في الذاكره شو اسمه؟ name. طب لو اجيت قلت لك هون مباشره زي الاكس اللي فوق، قلت لك هون display name is وجبت قيمه موقع الذاكره name، شو قيمته؟ حزريه رمضان مش معروف. بينما مثلا هون طلعوا هون، لو اجيت على هذا هون لو اجيت قلت لك هون this display بهذا الشكل، قلت لك display البرايس، شو قيمة البرايس على السريع؟
هلا برايس ما حطيتها بين دبل كوتيشن، قلت ديسبلاي برايس شو راح تحصل فيه 49 بوينت 95% لانه هذا انيشلايزد، يعني الفاريبل ممكن تحجزه ومباشره تروح تطبعه. طب اذا ما له قيمه بصير عندك هون بنسميها ربش داتا. ايش بنسميها؟ ربش داتا. فانت دائما الذكاء اذا الداتا بدك تطبعها لازم قبل ما تطبعها على الاقل تكون معطيها قيمه مبدئيه احتياطا. امتى بعطيش قيمه مبدئيه؟ اذا انا متاكد وانا اكتب الالجوريثم متاكد انه في عمليه ادخال، يعني مثلا انا بقدر احكي له string name هيك. اذا مش متاكد انه في ادخال على الاكيد بقول له يساوي، لانه string بقول له باسم. هلا هيك شو صار معناها على الاكيد؟ لما اجي احكي له display my name is على الاكيد شو راح يطبع لي هلا مبدئيا هون؟ باسم، لانه حكيت له احجز الفاريبل اللي اسمه name وشو حط القيمه المبدئيه فيه؟ باسم. بينما اذا ما قلت له يساوي باسم، طب شو قيمة النيم لما اجي اطبعه؟ ما في له قيمة، undefined او unknown. امتى تعطيش قيمة؟ اذا انت كنت متأكد انه في السودو كود تبعك رح تيجي جملة ايش؟ input مثلا، input اقول له name، خلص بحكي انه اليوزر بعد ما حجزت الفاريبل رح اعطيه قيمة. او اذا في عندك عملية set اللي هي assignment احنا بنسميها set name تساوي ايش؟ بس حسب هيك بصير اشحن. هلا الفاريبل لحظه حجزه ممكن تعطيه قيمه وممكن ما تعطيه قيمه. اذا اعطيته قيمه بنسميه انيشلايز، اذا مش معطيه قيمه لحظه حجزه عفوا. طب دكتور انيشلايز هس انت كتبت باسم، هس لو راح يضل يتكرر اسم باسم ما راح يكون في خيارات يعني ثانيه. يعني اذا قلت له هون ست النيم نيم يساوي باسم، هلا نفرض انه هذا برنامج بيشتغل لابد الابدين، دائما راح يضل الاسم ثابت ايش اسمه؟ باسم. بينما لو قلت له هون، لو قلت له input name بصير كل ما اشغل كل مره ايش يطلب مني؟ دخل الاسم اللي بدك اياه. دخله ممكن اول مره باسم، الرن الثانيه دخله علي، الرن اللي بعده دخله منى. فالانبوت يعني بدك تضلك تغير القيم. الاساينمنت بدون كالكوليشن قيمه شو مالها زي كانها ثابت. تمام، وصلت الفكره؟ فلاحظوا تعال نتفرج هون. هلا هون لحظة الحجز عملت هي هنا، خلينا اشطب هاي ارجعها سبيسز عشان تضل زين. هلا هون كمثال، هدول حجزت أربعة فاريبلز، حجزت كم فاريبل؟ أربعة، تيست 1 تيست 2 تيست 3 والافرج. هدول الأربعة لحد هون لحد الآن لحد الجملة هاي قديش قيمتهم؟ في حدا بيقدر يحزر قديش قيمتهم؟ غير معروفة. غير معروفة. هلا بعد ما حجزتهم طلع شو قلت له؟ التيست 1 خليها تساوي 88.0، تيست 2 شو تساوي 92.5. فصار هلا معلوم عندي تيست 1 وتيست 2، مين ضل غير معلوم عندي؟ تيست 3. تيست 3 والافرج لسه. هلا كملت قلت له هون 6 الافرج يساوي تيست 1 زائد تيست 2 زائد تيست 3 تقسيم 3 وبين الاقواس. الاولويه لتنفيذ بين الاقواس، طيب بيجي بين الاقواس ما راح حل في مجهولين. ايوه في مجهول لحد هاي اللحظه. ثواني، تيست 1 88 طيب زائد تيست 2 قديش؟ 92. فبيسمعهم بطلع معاه 200 و... عفوا 180.5. 180 زائد تيست 3 قديش تيست 3؟ مش معروف. فبالتالي قيمه غير معلومه تقسيم 3، قيمه غير معلومه تقسيم 3 معناته قيمه غير معلومه. فبالتالي نتج عندي كمان الافرج انه ايش يكون؟ النون. وبالتالي لما اجي احكي له يور افرج تيست سكور از، قديش القيمة رح أقول لي؟ رح أقول لي النون، رح أعطيني يا إما إشي فاضي يا ربش داتا، قول لي إكس واي زد أو 300 أو كوكو واو. نقدر نطلع تستري إذا القيمة تفرج موجودة. فدائما اللي بكتب السودو كود لازم ينبه إنه الداتا تبعته يا إما بعملها إنيشيالايزد من البداية، أو بمعنى آخر يعني لازم اللي بكتب الألجوريثم يحرص إنه الفاريابلز تأخذ قيمة مبدئية، يعملها إنيشيالايزيشن على أساس إذا تم اهمال او نسيت انا سهوا تيست 3 نسيت ادخلها مثلا انه تاخذ انيشال فاليو. يعني انا لو بدي احمي برنامج اطلع شو بسوي؟ بحكي له هون مثلا كنوع من الحمايه، كنوع من الحمايه بقول له مثلا مبدا نعتبر هاي تساوي صفر وهاي تساوي صفر وهاي تساوي صفر كبدايه. عملت لها انيشالايزد انه الثلاثه قديش ياخذوا؟ اصفار. هلا بعدين بدلت التيست 1 بدل بيطلع معك الافرج 50. يس لما يجي هنا ما تطلع قيمه الافرج عنه، اخذ 88 و92 صفر 63 فبيجمعهم بيطلع الجواب قديش؟ 180 تقسيم 3 بيطلع الجواب 60 تقريبا 60 وشوي.
وصلت الفكره؟ لما تعمل انيشياليزيشن للداتا بتبتدي يعني بتلغي سيناريو انه الداتا صار فيها غلط ولا لا. الساعه 12 وربع. طيب بنكتفي لحد هون. هي احنا وصلنا لعند وين؟ لعند الداتا كومباتيبلتي، مع اني شرحتها يعني شرحت على هاي. لما احط مثلا بانتجر حكينا اي انتجر احط فيها 3.7 هذا يعتبر ايرور، بينما اجي احط 77 في ار مثلا وهي ريل هذا صح لانه الريل يشمل الانتجر. على كل حال خلينا نجي نحكي بس وقفنا لحد هون. هذا رجع باجي بكمل على هذا الكلام عند الداتا كومباتيبلتي، ونحكي كمان عن الامتحان ان شاء الله، وبطلب منكم كمان واجب. تمام طيب رحت في لحد هون. هاي ستوب في حضور الغياب. هلا نشوف الموقع اشتغل ولا لا. والله ما هو شغال. اشوف ما مش شغال. دوران ستوب ريكورد يعني نطلع ولا كيف؟ خلاص بديش اخذ. لا خلاص ستوب ريكورد يا